معانا المستشار نجيب جبرائيل. مساء الخير يا سيادة المستشار. ازيك سيادة حضرتك؟ كل اهلا بحضرتك. وحضرتك طيب يا فندم؟ يعني انا بس يعني عزز عليا انه بعض وسائل الاعلام تكتب عطلة عيد العمال 5 و6 مايو، يعني شيء انا عايز اعرف راي حضرتك برضو في الموضوع ده. اكيد حضرتك عندك ما تقوله عشان كده كلمتني. الحقيقه يعني القرار اللي زحانا برقم 1054/2024 الموقع من دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان قرار صادم الحقيقه، لانه بترحيل عيد العمال ليكون يوم الاحد دون ذكر يعني حتى مجرد تهنئه في هذا القرار او يردف بكلمه تهنئه للاقباط، الحقيقه انا بعتبره ان انتقاص من المواطنه وايضا اهانه كبيره جدا جدا لعيد كبير نحتفل به وايضا طمس للهويه. انا عارف ان عيد القيامه ليس عيدا رسميا وليس مجبرا رئيس الوزراء ان يقول انه عيدا رسميا، لكن على الاقل ان يردف تعبيره او جملته، وخاصه بتهنئه اخواتنا الاقباط بعيد القيامه، ولا يقتصر القول او الجمله على ان يرحل عيد العمال، وكما لو سوى عيد العمال بعيد القيامه مما أثار يعني غضب وسخط كبير لدى الأوساط القبطية وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم يعني كان الحقيقة أن يتدارك المكتب الإعلامي للسيد رئيس الوزراء. وأنا بعت مقال لي أو رسالة الحقيقة غاضبة بعض الشيء إلى ووصلت إلى مكتب رئيس الوزراء، والحقيقة يعني مستعين جدا جدا لان احنا شركاء الوطن، وخاصه ان فضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب وفضيله المفتي بيروح يعيدوا على قداسه الباب وبرهان بعيد القيامه، ورئيس الوزراء نفسه بيروح يعيد هو ما عندناش شك ان هو يصدر تهنئه، لكن هو الترحيل المعمول بيه مش كان بيبقى الخميس اجازه رسميه للاقباط عشان عيد خميس العهد، لكن مش الترحيل بيبقى الخميس يعني بدل الاربع يبقى الخميس. وهنا يتساءل البعض استاذ ايهاب الحقيقه، وفي يعني غمز ولمس، هل هذا كان هذا تجنبا لردود لجان التواصل الاجتماعي السلفيه او الاخوانيه خوفا من هذا او ذاك؟ اعتقد ان مصر تعلو ولا يعلى عليها، وان شركاء الوطن يعني المفروض لا، خليني بس افهم وجهه نظر سعادتك عشان نبقى الامور اكثر وضوحا. يعني لو كان بقى الخميس يوم خميس العهد كان هيبقى فيه هجوم سلفي، ولما بقى الحد اللي هو عيد القيامه المجيد ما هي ايه الاختلاف؟ ما هو الحقيقه يعني تحسبات رئيس الوزراء دون ان يذكر الحقيقه، هل انا كتبت بكل صراحه وبكل امانه كتبت هذه سقطه كبيره جدا جدا جرحت مشاعر الاقباط في اعز ما لديهم. والحقيقه اني يعني عايز اقول اني يعني عدم ذكر كلمه عيد القيامه وعدم التهاني بعيد القيامه الحقيقه في 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 صدد هذا القرار او في عجز باللغه العربيه هذا القرار، هي يعني بعتبره ان اهانه وانتقاص وكبير جدا واهانه للمسيحيين. نرجو الا يتكرر مثل هذا الموضوع، ونرجو ان يخرج علينا السيد رئيس الوزراء بتوضيح يعني هام جدا جدا لامتصاص غضب الاقباط في الداخل والخارج من هذا القرار. طب انا بشكر سعادتك المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان.